وصفة صينية حبيت أعرفكم بيها بعد ما اتجربت وأثبتت كفائتها بتخسيس أكتر من 10 كيلو جرام في أقل من شهر. الوصفة بكل سهولة: قشرة البصرة الداخلية، دي فيها كمية يعني حاجات مفيدة جدا لجسم الإنسان وبتساعد على التخسيس. كلنا نحتاجه بصلتين، هنقشرهم نشيل القشر الخارجي، ناخد القشر الداخلي بتاعهم تمام. في طبق نحضر كوباية مية، نجيب وعاء نحط فيه هنحط فيه كوباية المية مع قشر البصل ونغليه على النار لمدة 5 دقايق. بعد ما نغليه على النار لمدة 5 دقايق نجيب كوباية وصفاية تمام، نصفي مية البصل في الكوباية دي، هي دي اللي هنشربها قبل الأكل بساعة وهنلاحظ التغيير في الوزن. جربوها هتعجبكم.